أتوجه برسالة إلى قادة العالم أجمع، استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم وأحلامهم، أعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، حلقوا في سمائهم عاليا، اجعلوهم سباقين لا تابعين، سلحوهم بخبرتكم وبإيمانكم بهم، لا تتركوهم فريسة لمن يقتاد بطموحهم ويستخدمهم أداة لنشر العنف والكراهية. املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له. افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم.